خلال جولته الأخيرة إلى جنوب البلاد، رصد وفد وزارة البيئة الذي يقوده وزير البيئة أحمد أنبدو محمد العديد من المخالفات من قبل بعض الشركات والمصانع بمدينة موندو، الأمر الذي يشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة معا. الزميل حمدي محمد رافق الوزير وعد لنا هذا التقرير. جولة وزير البيئة والصيد أحمد أنبدو الأخير إلى جنوب البلاد كشفت عن حجم المخالفات التي ظلت ترتكبها الشركات الإنتاجية بمدينة موندو العاصمة الاقتصادية للبلاد، حيث مكبات النفايات وفضلات المصانع تلوث المكان، مصنع مشروبات كياد تتدفق فضلاته عبر مجرى نهر شاري، ما يشكل بذلك خرقا للاتفاق الموقع بين الحكومة الكيادية والشركات الإنتاجية والمعاهدات الدولية المتعلقة بسلامة البيئة، فيما يشكل تراكم الأوساخ في ظل غياب آليات تدوير النفايات ووحدات المعالجة للحد من تلوث البيئة، الأمر ذاته الذي أصبح يشكل مصدر قلق بالنسبة للسكان المحليين لما له من مخاطر صحية جمة تهدد حياة المواطنين والكائنات الحية على ضفاف نهر شاري في حال تحولت المياه جراء التلوث إلى سم قاتل على المدى البعيد. فزيارة الوزير التي شملت المصانع الإنتاجية بالمدينة وأماكن قطع الأشجار من قبل السكان المحليين عزاه البعض إلى عدة أسباب: غياب الرقابة الحكومية على استمرار وعدم مسؤولية الجهات الرقابية بالمنطقة وضمان الشفافية، تواطؤ بعض المسؤولين مع أصحاب تلك المصانع لضمان مصالح خاصة. بيد أن زيارة الوزير أحمد أنبدو ربما تكون بارقة أمل لإنهاء أزمة المخالفات التي يدفع ثمنها المواطن البسيط من حين لآخر، وبالتالي إعادة هيبة الدولة وضمان السلامة البيئية وصحة المواطن بالإقليم. معي بداخل الاستوديو وزير البيئة أحمد أنبدو محمد. سيد الوزير أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة. تابعنا سويا خلال التقرير الزيارة التي قمتم بها إلى جنوب البلاد، سجلتم من خلالها بعض المخالفات من قبل بعض الشركات والمصانع، ما هو تعليقكم على هذه الزيارة؟ الحمد لله كان أملنا زيارة في قادمة الجنوب أنا بلد، بدينا من هنا من كندول، مشينا مندو وكمراسار حتى وصلنا في فيلاج نالو يسموه سونوجي في دانماجي في لا جراند سيدو. الحمد لله روحنا دا زياره خاصه نصوف عشان ندور نمشي نشو مباشره مشاكل في الميدان. بيجي لنا فرصه ان شاء الله لقينا ناس مسائل اوتوريتي لوكال أنا الإقليمات دا وأجون هنانا أنا الأوفوري اللي قاعد يخدموا في الميدان. حتى عملنا معهم اجتماع ونوروهم ونويهم هم ذاتها كيف يقدروا يسوق خدمتكم وكيف يعملوا دا السينرجي يعملوا خدمة. بعدين بالحسف في زيارة هنا الشركات في الموندو لقينا الشركات دا عندهم مخالفات هنا مدة طوالة يصبوا في البحر في اللوغون. ده بعصر في البيئة وبعصر في الحياة عن الإنسان وعن البهائم في الهوالية. دونك ده اللي مشينا شفناه ومتحسفين بزيادة. وأنتم كوزارة للبيئة ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لحماية البيئة والحد من مثل ممارسات بعض الشركات والمصانع مثل هذه الممارسات؟ في الشيخ الزيداء الشركات القديمة كمان شركات قديم سنين بنين قاعدين شركات، مفروض أي شركة يكون عنده برنامج علينا شغل المنادو بلان دو جيسيون انفيرونمنتال يكون عندهم ترتيبات فيشان يحمل البيئة. بحسب الشركات دو كله ما عندهم ترتيبات عن الحماية للبيئة. دونك في الشكلان زي ده علينا شغل نقدر نحمله يعني نقدر نخدمه بأن طريقة هنا البوليور بير يعني ناس ما تلف ده بعدل ونويهم ونجلس همام ونوروهم في أسرع وقت يعملوا ترتيبات هنا ينظفوا الدشي هنا مع المخالفات ده حتى يصبوا في البار. دونك قاعدين في المستوى ده. وفي حين عدم استجابة هذه الشركات والمصانع لهذه القوانين مثلا، ما هو التنسيق الذي تقوم به الوزارة مع هل هناك متابعة من قبل الوزارة بالتنسيق مع القضاء لمتابعة هذه الشركات المخالفة حتى تتخذ الإجراءات الصارمة؟ صحيح، في السيتياسيون في الموقع الزيدة لازم عندنا ناس ننادوهم الأجان دو زوي فوري أسيرمانتي
الناس خلفوهم قدميتهم خاص هما عندهم علاقة مع الجستيس يعملوا بي في بروسي فيربال عن الشغل اللي حصل يكتبوا ويقدموا للوزارة عن الجستيس. من بعد وزارة عن الجستيس هو يعرف في القانون كيف يقدر يطبق القانون في ظل العمل خرابة. نعم. نعم. أيضا لاحظنا من خلال التقرير أيضا عملية القطع الجائر للأشجار والقطع العشوائي الذي يؤثر أيضا على البيئة. ما هو دور الوزارة في حتى من هذه الظاهرة؟ صحيح قطين الشجر حتى في الموضوع هسه قاعدين في زيارة هنا الجنوب ده وهلا مشينا فوق سونوجي مثلا في دانماجي في دالي جراند السويدو لقينا ناس عملوا قطع هنا شجر غير قانون قطعوا شجر بالكثير وما شالوا في ترتيبات أننا عندنا قانون في يعمل كيف للحماية والتصرفات في البيئة لا جوسيون لا كونسيرفاسيون للفلور الور ناس اللي ينام وحتى يعرفنا عندهم يعني ناس ما فيهم كيف يقدروا هم ذات يعملوا ديمارش دارين يسوزري فقط لكن في ترتيبات تسي عندنا القانون قاعد يمكن كان انت داير تسي زيري وكان اكيد دورتا تسي زيري في ناس تكنيسيين حنانا موجودين يقدروا يوهيوك تسي كيف حتى كان اقل من 5 هكتار الوزير يمكن يديك ورقه حقيقي تجي تاخذ من فوقها ازيد من 5 هكتار حتى وزير ما يقدر يديك الا رئيس دوله. دونك دا بالحسب الناس الصور القراب ده عملنا حتى بي في دو كونستا باجون هنانا الاسيرمانتي وهو قدمنا للجستيس في شان يسيخدي معنا. نعم والوزاره تتابع هذه العمليه. ايوه نتابعه 100%. نعم ايضا هل يوجد لوزارة البيئة خطة استراتيجية لضمان عدم مثل هذه ارتكاب مثل هذه المخالفات مستقبليا تقدمها سواء تقدمها للشركات والمصانع؟ نعم عندنا شركة عندنا في الوزارة البيئة والصيد منستر دو لانفيرونمون دو لا بيش عندنا برنامج كثير خطة كثير استراتيجية للحماية للبيئة. نعم. حماية للبيئة ده ما بس زي ما شفناه يعني تو سيكيو بوليسيون نيزانس المخلطات اللي حصل كان شركات يصبوا في البحر ديريكت ده عندنا حتى الحماية في الجو عندنا حماية في السيت مثلا دونك عندنا ديريكسيون بالكامل كبير إدارة يسموه ديريكسيون للانفيرونمون دو لوت كونتر لو براكوناج ده نصنا المصلحين القايدين أو فوري أسريمانتال بخدمه ده هم ده الاستراتيجية اللي نقدروا نحمو فوق البيئة بدون قوانين اللي عندنا مرتب وقاعد مثلا عندنا بان 2009 عندنا برنامج كتير كده يحمل البيئة. نعم حدثنا عن الصندوق الأخضر الذي أطلقتموه مؤخرا أطلقته وزارة البيئة مؤخرا. المشروع اللي نادو السياي الأخضر الكبير لو بروجي دو جراند ميراي فيرت هذا هو يعني تقريبا تربين هنا الشجر وراه في برنامج كبير هو بس دردر هنا الشجر تقريبا. نعم. عرضه يسي 15 كيلومتر وطوله يقوم من السنغال كده ويجي يقش بلدنا ويمشي مرق بجيبوتي هو مشروع كبير. نعم. لكن في جنبه عنده مشاريع هنا الادابتاسيون يعني السكان الاوالي عايشين هم ذاته في الدردر حسه مستوى الوريته من السنغال لجيبوتي. نعم. يساوي تقريبا 400 مليون حنا انسان عايشوا. نعم. في الحوالي حنا المشروع حنا السياده الكبيره الاخضر الميراي جراند ميراي فيرت ده عندنا بروجي حنا الزيري كيف نقدر نساعد ناس في الاجريكلتشر بوين دو حياه حنا الانسان اللي في حوالي المشروع ده كله كيك يخش في المشروع يخش هو مشروع المشروع. كبير ما بس ريبوازما دردر كبير هنا أنا الشدر بس قاعد لكن مشروع كبير ومشروع مشتركين 11 بلدان هنا أفريق سياشنو في الحمد لله في موريتاني. نعم. وعندنا دونك بلداننا كلهم مشاركين. نعم. التأمين العام حنا المشروع الكبير ده أخونا تشالي دونك مشروع مهم لنا مرة وايد وده المشروع ويساهم بشكل كبير في حماية البيئة مستقبليا. نعم بس يلفو دير ك الحماية عن البيئة مثلا في التخيرين عن الجو. نعم. هو الشدر هو
يقدر يحمله للغاز اي في دو سير يعني السي او دو توكسيك اللي يحرب الاوزون هو الشذر في شان يستعمله في شان كده هو مشروع مهم للحمايه ايضا على مساله حمايه بحيره تشاد ايضا كان لها نصيب في قمه باريس مؤخرا. ايوه كنا في وان بلانيت سوميت يوم 12 ديسمبر الماضي وهناك في المشاريع مشروع الكبير اللي يهم الإدارة هانتشاد غوفرنمان هانتشاد هو حماية لاك تشاد لا ريستوراسيون دو لاك تشاد كيف نقدر نجيب موية من وين في شان محل كان فادي قلنا 25 ألف كيلومتر كاري قبل 40 سنة وهسا اليوم بيجي لنا بس 2500 هو ده يعني ان اكسيدان كليماتيك هذا حادث في جوي خطر وقدمنا للكونفرنس دو بارتي وعندنا وناس يمونا وان شاء الله يقفوا معنا. نعم السيد الوزير شكرا لكل هذه التوضيحات. كان معي ضيف النشرة لهذا المساء وزير البيئة أحمد أمبدو محمد. أعزائي المشاهدين شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. بارك الله فيك. شكرا جزيلا.